الملك سلمان أصدر قرارات سواء سياسية سواء اقتصادية سواء اجتماعية كانت كلها تصب في الصالح العام، فنقول نعم سلمان لكل القرارات اللي تم اتخاذها. موقع أول سعودي أنا أشكرهم جزاهم الله خير على تويتر، عندهم إحصائيات الأول سعودي، يعني دائم أول سعودي أخذ جائزة كذا، أول سعودي اجتاز كذا، أول سعودية، فجامعين بعض المعلومات عن الملك سلمان أبي أسمعكم إياها. يا سلام. أول شيء الملك سلمان هو الابن 25 من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله. ولد الملك سلمان عام 1935 هجري وهو الملك السابع للسعودية. الملك سلمان أول ولي عهد في السعودية ويعين له ولي للعهد، ولي عهد، كان أول النائب الثاني في عهد الملك سلمان يوم صار ولي العهد حطوا له ولي عهد. تولى الحكم يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2015 خلفا لأخيه الملك عبد الله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه متعب. في أقل من أسبوع من اعتلاء العرش أصدر نحو 50 أمر ملكي أعاد تشكيل مجلس الوزراء لأول مرة. كانت قرارات يعني سريعة وحكيمة. أول قائد عربي يصل متابعينه في تويتر إلى 4 ملايين متابع. وأول ملك سعودي يجعل من تويتر نافذة للتواصل مع شعبه والعالم. أول من استخدم منصة تويتر في الملوك الملك سلمان، وأول رئيس عربي يوصلنا متابعين له 4 مليون. يا سلام. شخصية قيادية وحضور لافت دفعت البعض لوصفه بمؤسس الدولة السعودية الرابعة. أنشأ أول مجلس للشؤون السياسية والأمنية وأول مجلس للشؤون الاقتصادية والتنموية. تعين من قال سالم استريح أبو حاتم استريح. تعين أول أحفاد الملك المؤسس رحمه الله في ولاية العهد اللي هو الأمير محمد بن نايف، وهذا تأسيس للدولة الجديدة وضخ دماء جديدة اللي هو الأمير أو شابة الأمير محمد بن نايف، ولا ما هو بجديد الأمير محمد بن نايف، الأمير محمد كان نعم من الأحفاد لا، وكان في الوزارة وكان تحت كنف الأمير نايف رحمة الله عليه. تعين الأمير محمد بن سلمان وزير لوزارة الدفاع كأصغر وزير دفاع في العالم وقيادته لعاصفة الحزم. لا لا القهوة. تعين الأمير محمد بالأبو حاتم أبو حاتم اجلس 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 هذا أخدمك فيها طال عمرك. الله يسلم. تعين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد ورغم صغر سنه لكن يتمتع بالصفات قيادية. تم تخصيص 20 مليار ريال لتسريع خدمات الكهرباء والمياه ومنح إعانة شهرية للمعاقين. تفعيل الحكومة مع تفاعل الحكومة مع المطالب الشعبية بشكل غير مسبوق وصلت لإقامة وإقالة وزراء عيونه حديث، يعني احنا لاحظنا ان كان في تجاوب مع كثير من الامور وكان في استجابه وكان في امور مستجده جديده. اشهر سيفه في وجه الفساد ووجه بمحاسبه المقصرين والتحقيق في بعض الحوادث، وانتم شفتوا القائمه اللي 49 اللي تم تنفيذ القصاص فيهم. ما هو بالمذهبيه ولا العنصريه ولا شيء، ولكن اجتمع فيهم شيء واحد اللي هو الفساد. الفساد في الأرض. نعم الفساد في الأرض وتم القصاص منهم جميعا وكان قرار حكيم. نقول نعم لهذا القرار الحكيم. أعلن في 1436 6/6 إطلاق عاصفة الحزم وتأسيس أول تحالف عربي عسكري لنجدة الأشقاء في اليمن. كلنا بصراحة من الأشياء اللي مرت علينا الجميلة السعيدة اللي تخلينا نفتخر فعلا اللي هي عاصفة الحزم والكل يشيد فيها، بل إن كلمة عاصفة الحزم في محركات جوجل تخطت يعني تخطت أرقام خيالية، لأن الناس سبحان الله تفاعلت مع الكل بلا استثناء. وقف يعني جندي مع الملك سلمان في عاصفة الحزم. أعلن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة كأول مركز إغاثي سعودي لتوحيد الأعمال الإنسانية، يعني الأعمال هذه كانت السعودية قائمة عليها في دول العالم كلها كانت كل واحدة لها مجال أو مؤسسة جمعها كلها في مركز واحد والمركز الأمير الملك سلمان. أعلن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة كأول مركز إغاثي، تدشين مستشفى الملك عبد الله التخصص للأطفال أول مستشفى متخصص في المملكة، تدشين مطار المدينة الجديد أول مطار صديق للبيئة خارج أمريكا وأول مطار يعتمده مجلس المباني الخضراء. أعلن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في إطار دعم سوق الإسكان. فرض رسوم على الأراضي البيضاء مما يدعم يخفض الأسعار ويدعم الإسكان، وكان قرار جريء. أعلن الأمير محمد بن سلمان في عهد الملك سلمان قيادة المملكة لأول وأكبر تحالف إسلامي مكون من 35 دولة لمكافحة الإرهاب. يا سلام. وأعتقد أنه كان خبر ضج العالم كله ولفت الانتباه للمملكة. صحيح. أن حنا موجودين في قيادة الشرق الأوسط
وثقل كبير جدا في العالم. صحيح. امس كان الرئيس الصيني موجود عندنا هنا في الرياض واصدرت قرارات كبيره جدا. المملكه الان موجوده ثقل سياسي اقتصادي اجتماعي حاضر، شاء من شاء وابى من ابى. دمج وزارتي التعليم العالي والتربيه والتعليم في وزاره واحده وتعين الدكتور عزام الدخيل، طبعا الان تم تغييره بالدكتور محمد العيسى، وهذه بعض الامور والاعمال اللي سواها الملك سلمان، وراح يدور حوارنا في نعم سلمان. واتمنى من الجمهور الكريم واتمنى من الاخوان في تويتر وفي الهاشتاقات نفعل هاشتاق زد رصيدك نعم سلمان. اليوم القريه لمن؟ للملك سلمان. الله يطول في عمره ويعين على كل يوم. اليوم وكل يوم. اي ابو سليمان جاوب قصيده. ابو سليمان سمعت ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله اسمحوا لي. ما قصر ابو سليمان وابو رشيد الله يطول باعمارهم ومن يسمع وعمركم حاضرين ومن وراء الشاشات. انا باخذكم الى طرف ثاني. طبعا تعودنا على الشعر الشعبي والشيلات من ابو سليمان، انا باخذكم في هذه الجوله الى الشعر الفصيح. الفصيح اهل دوقه. اهل فصيح. لا بسمعكم من شعر اهل دوقه، شاعر دوقه اصبح بالخير عادل الشريف من اهل دوقه من ابناء دوقه، وله قصيده ارسلها لنا ان شاء الله القيها لكم، وهي بالشعر الشعبي، لكن هذه القصيده لي وهي بالشعر الفصيح وفيها ذكر لهذه الدوله المباركه. تفضل. الله يعطيك العافيه. اقول وطني غرست هواك في وجداني، ونسجت فيك قصائدي وبياني، ورسمت في سفر المدائح لوحة أبدعت فيها جملة الألحان. وطني لعشقك في القلوب شواهد، ومذاق حرفك في فمي أشجاني، فيك البقاع الطاهرات معالم للزائرين وعابد الرحمن. فيك المكارم كالنجوم تلألأت، وحوى ترابك أطهر الأبدان. محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى ثراك مآثر وملاحم للمجد تحكي عزة الأوطان. جبريل جاء فأشرقت شمس الهدى، وأضاء نور الآي والقرآن، وهنا أحاديث الحبيب فراتها يجري فيسقي لهفة الظمآن. وهنا بفضل الله أمن سابغ، والناس في خوف وفي أحزان، وهنا المآذن صوتها شق المدى. الله أكبر عذبة الألحان، الله أكبر صدعت فيما مضى إيوان كسرى، عابد الصلباء عابد النيران. وطني بنيت على الشريعة منهجا، من ذا يضاهي روعة البنيان. وطني كتاب الله نهجك دائما، والسنة الغراء نبع داني، حكام مملكتي رجال عقيدة، والشعب يحكي سطوة الشجعان. والآن الشاهد على الحد الجنوبي يحكي فعلا شجاعة وبسالة أبناء هذا الوطن ووقوفهم يدا بيد مع قيادتهم. وطني كتاب الله نهجك دائما، والسنة الغراء نبع داني، حكام مملكتي رجال عقيدة، والشعب يحكي سطوة الشجعان. دون العقيدة يرخصون دماءهم، ونفوسهم ترجو رضا الديان. يا ربي فاحفظ أمننا وأماننا، وادفع إلهي زمرة الشيطان، واحفظ إلهي في حماك مليكنا ذاك الكريم الشهم ذو الإحسان. السلام عليكم. يا سلام. ما ودنا والله ما ودنا. ودي انك تعيدها طول عمرك، لكن لا توقف دقة واحدة طول عمرك بإلقائك، لا تشرح شيء دقة واحدة. طيب ابشر ابشر. جميلة والله. احنا ماسكين خطي بدل مخرجنا اليوم ما شاء الله تبارك الله معانا، يعني بنزل لنا شيلات بنزل لنا جزاه الله خير. ودي اني اعطيك شيله كذا وانت متلقيها ولا احلى. واتمنى ان احنا على قولهم نجلس نستمع لابو عبد الله. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. أقول وطني غرست هواك في وجداني، ونسجت فيك قصائدي وبياني، ورسمت في سفر المدائح لوحة أبدعت فيها جملة الألحان. وطني لعشقك في القلوب شواهد، ومذاق حرفك في فمي
أشجاني فيك البقاع الطاهرات معالم للزائرين وعابد الرحمن فيك المكارم كالنجوم تلألأت وحوى ترابك أطهر الأبدان وعلى ثراك مآثر وملاحم للمجد تحكي عزة الأوطان جبريل جاء فأشرقت شمس الهدى وأضاء نور الآي والقرآن وهنا أحاديث الحبيب فراتها يجري فيسقي لهفة الظمآن وهنا بفضل الله أمن سابغ والناس في خوف وفي أحزان وهنا المآذن صوتها شق المدى الله أكبر عذبة الألحان الله أكبر صدعت فيما مضى إيوان كسرى عابد النيران وطني بنيت على الشريعة منهجا من ذا يضاهي روعة البنيان وطني كتاب الله نهجك دائما والسنة الغراء نبع داني حكام مملكتي رجال عقيدة والشعب يحكي سطوة الشجعان حكام مملكتي رجال عقيدة والشعب يحكي سطوة الشجعان دون العقيدة يرخصون دماءهم ونفوسهم ترجو رضا الديان يا ربي فاحفظ أمننا وأماننا وادفع إلهي زمرة الشيطان واحفظ إلهي في حماك مليكنا ذاك الكريم الشهم ذو الإحسان. يا سلام يا سلام سلامتك تستاهل تستاهل الله يعطي العافية. أبو عاطف تشاركنا أبو عاطف. والله أشارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول إن شاء الله الملك سلمان ربنا يقدم في عمره ويطول عمره إن شاء الله. اللهم آمين. ويعني الشيء اللي هو سواء يعني العرب والمسلمين من زمان كانوا محتاجين له ونتمنى إن شاء الله العرب والمسلمين كلهم ينكتفوا على يد واحدة ونحن إن شاء الله جنود عبد الله وإن شاء الله معاه في سلمان. كان موقف السودان نحن الحمد لله مشرفين مع الملك سلمان وان شاء الله لحد الان مع سلمان من اول الدول اللي اعلنت دخولها في التحالف العربي كانت نعم السودان نعم دول كثيره لكن السودان كانت من اوائل الدول ونحن ان شاء الله هسه غالبا وغالبا مع الملك سلمان ان شاء الله برضه يعني في السفاره ابو فزاع برضه طردت ايه السفاره الايرانيه وارسلت ثلاث طيارات شاركت في التحالف وطرد يعني كان موقف انا اتذكر كلمه الوزير السوداني والله العظيم تبكي الحجر والله تبكي الحجر قال حنا في دفاع عن المملكة وفي دفاع عن مكة وعن المدينة وبلاد الحرمين وإحنا وصولهم وقال احنا اصلا هذه عقيدتنا عقيدتنا هذه كمسلمين ان ندافع عن بلاد الحرمين يعني كانت كلمة والله العظيم تبكي الحجر اكيد كلها ان شاء الله انسان مسلم والله انسان عربي والله انسان جاي من القلب جاي من الكلمة اللي من القلب تأتي بالقلب وبعدين طول عمرك لا نستغرب من السودان مواقفهم لأنهم أخواننا وأشقانا وبين إحنا وياهم ما يلزم نعم والله إذا خير إن شاء الله ونحن وراه بإذن الله الله يعطيك العافية.